ومساعد المدرب يحيى البحر وإداري الفريق جعفر الدرازي ومدير الفريق وليد التميمي ورئيس الوفد بدر العصيمي وأخصائي العلاج الطبيعي سلودان زارك. بالنسبة لحكام مباراة اليوم، حكم أول الدولي اللبناني مروان إيجو، وحكم ثاني الدولي البحريني عبد الكريم شكيب، وحكم ثالث الدولي القطري خالد الأحبابي. مسجل المباراة ياسمين طه، مساعد مسجل شيخ الخالدي. ميقات المباراة الحكم الدولي عبد الرزاق سليمان. ميقاتي 24 ثانية الحكم الدولي محمد السبتي. ومراقب المباراة الحكم الدولي محمد السبيعي من دولة قطر. بالنسبة للفريقين، اليوم الكويتي لابس اللون الأحمر والأهلي الإماراتي باللون الأبيض. الكويتي طبعا لعب مباراة الأولى وفاز على نزوة العماني 91-80، وأيضا الأهلي الإماراتي فاز على القرافة القطري 71-69. يعني كل فريق لعب مباراة وفاز في مباراة، وهي طبعا المباراة الثانية بالنسبة للفريقين، وكل فريق يحاول أنه يفوز علشان يكون هو متصدر المجموعة الثانية في البطولة، اللي تضم أيضا معاهم نزوة العماني والغرافة القطري. المجموعة الأولى تضم المنامة البحريني، السد القطري، الفتح السعودي، القادسية، الكويتي. وبداية المباراة اليوم 3/9/6/2015، مباراة الكويتي والأهلي الإماراتي في بطولة الخليج 35. مروان إيجو الحكم الأول اللبناني، والكرة في بداية المباراة، والكرة مع الأهلي الإماراتي. كرة مع طلال النعيمي، طلال يحاول يسجل، يكملها على الطاير. شوف طلال حاول يحط له كرة على الطاير لكن يأخذها مرة ثانية طلال. أيضا الله، كرتين سهلين يضيعون من طلال. شوف الله، ودانك حلو، برايموس السلوفيني. شوف كرتين سهلين يضيعون من الأهلي الإماراتي، لكن شوف السلوفيني لاعب الكويتي يحط له دانك حلو، وأيضا نقطتين عن طريق ساميانج يحط له نقطتين. شوف هذا اللاعب الأمريكي لاعب الأهلي الإماراتي، راح نشوف مباراة حلوة. وتحت السلة تطلع الكرة أوت لمصلحة نادي الكويتي. شارك في بطولة الخليج للأندية الأبطال 6 مرات، حصل على البطولة مرة واحدة، وعلى المركز الثاني حصل مرتين، والمركز الثالث مرة واحدة، والمركز الرابع مرتين. هاي بالنسبة لفريق الكويتي. حمد عدنان. حمد يا حمد. شوف هذا الأسطورة. حمد عدنان يحط له ثلاثية للكويتي. والكرة مع الشيخ، مررها إلى ساميانج الأمريكي، حاول يمر سام، ياخذها منه الفضلي إلى ميليس. ماركو مع الكرة مرة ثانية، كرة مقطوعة للأهلي الإماراتي، وهجمة سريعة. شوف 4 لاعبين، دنك الله، شيخ سام السنغالي، دنك حلو. شوف تمريرة حلوة من طلال النعيمي إلى اللاعب السنغالي شيخ سام، دانك حلو. مباراة قايل لك حلوة، راح نشوف مباراة حلوة، وراح تكون من أفضل المباريات حقيقة في البطولة الخليجية للأندية الأبطال. ويحاول يحط له أيضا ثلاثية طلال النعيمي، ما يسجلها، ياخذها ماركو ميليش مع الكرة، ماركو إلى حمد عدنان يأشر يأشر يعطيهم رقم الخطة. كرة مع الفضلي يمرر تحت السلة. شوف لاعب طويل، وكرة مقطوعة بتطلع الكرة أوت. برايموس هذا، شوف لاعب طويل مترين و16 سنتي اللاعب السلوفيني برايموس. كرة شوف يا سلام على التمريرة من طلال النعيمي إلى شيخ سام، دانك حلو. كرة مع سعيد مبارك العجماني، حاول ساميانج. شوف أيضا ثلاثية، شوف سام 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 يانج سام يانج
الصواريخ اللي يسمونهم صواريخ سام، هذا سام يانج، هذا سام يانج حاطه 300. شوف من وين، من وين حاطه 300 سام يانج. محمد عدنان، محمد عدنان فاول، فاول على النعيمي، على طلال، كره لمصلحه الكويت الكويتي. انا المدرب دراغان، مدرب نادي الكويت، رايموز يحاول يسجل، ما يسجلها برايموز، ياخذها سعيد مبارك العجماني الى ساميان، سام يحاول يمر ويمر سام، تمريره كره مقطوعه، ياخذها شيخ، تطلع الكره اوت لمصلحه الكويت الكويتي. سبعه الاهلي، الامارات خمسه، الكويت الكويتي. حمد عدنان مع الكرة، حمد مع الكرة، دفاع من سعيد مبارك العجماني إلى ماركو يشيلها، ماركو مرة ثانية، وكرة ياخذها ابراهيم، ماركو تحت السلة، فاول. شوف هذا ماركو ميليتش، ماركو ميليتش ايضا كان يلعب في نادي الكويت طبعا الموسم هذا، لانه ما كان فيه محترفين، لعب مع الكويت ماركو ميليتش، وحقيقه من اللاعبين الخطرين والمتميزين. وهذا مروان ايجو اللبناني حكم الدولي الاول، رميتين ماركو ميليتش، ماركو ضيع منه الرميه الاولى، ضيع من ماركو. الرميات الحره مهمه يا ماركو، تبي تفوز على الاهلي الاماراتي تسجل الرميات الحره، لازم تسجل يا ماركو. تضيع الرمية الثانية من ماركو ميليتش، ياخذها، شوف دفاع ضاغط الى سعيد العجماني، العجماني مع الكرة، سعيد هو صانع العاب الفريق، سعيد فاول على الفضلي، فاول على عبد العزيز فالح الفضلي، فاول على عزيز، شوف الكرة هني مرة ثانية، العجماني فاول يمرر، حاول العجماني يمرر الى ساميون، سام على السله، سام ما يسجلها، ياخذها مره ثانيه سام، مره ثانيه تضيع، وياخذها ماركو ميليتش الى حمد عدنان حمد عدنان الاسطوره يحط له ايضا نقطتين، حمد عدنان يحط له ايضا نقطتين. شوف اصغر لاعب في البطوله حمد عدنان، اصغر لاعب في البطوله، عمره 17 سنه، يلعب في الدوري الكويتي تحت 17، حمد عدنان لاعب حقيقه صغير بالعمر لكن لاعب متميز. شوف هذا راح يكون اسطوره كره السله الكويتيه، حمد عدنان ايضا جانب من جمهور نادي الكويت الرياضي المتواجد في صاله نادي الكويت. حقيقه كنا نتمنى من الجمهور الكويتي يكون متواجد اكثر بكثافه، لان يعني فريقين القادسيه والكويت يمثلون الانديه الكويتيه في هذه البطوله المقامه بالكويت. طبعا احنا بطوله الانديه الابطال كل سنه تقام في دوله، مره في قطر، مره في عمان، مره في السعوديه، الامارات، البحرين، الكويت، فكل بطوله تقام في مكان. كره مع حمد عدنان، حمد يحاول يسجل، ياخذها مره ثانيه سام يونغ مع الكره، الامريكي لاعب الاهلي الاماراتي، سام الله، سام يونغ يحط له ايضا نقطتين، سبع نقاط مسجل سام يونغ. راشد الرباح مع الكره، راشد الرباح يمرر الى حمد عدنان، حمد تمريره مره ثانيه الى برايموز، ماركو تضيع برايموز ويحط له نقطتين، برايموز يحط له ايضا نقطتين، اربع نقاط مسجل برايموز السلوفيني لنادي الكويت، وسبع نقاط مسجل ساميون للاهلي الاماراتي. تمريره على الطاير، حاول يحط له، تشوف تمريره حلوه من ساميون الى الشيخ سام، حاول يحط له دنك لكن شوف الكره ما مشت معاه، لاعبين اثنين طوار، شيخ سام ايضا برايموز، كره مع ساميون،
ساميان عاود لمصلحة الأهلي الإماراتي. تغيير راح ينزل محمد مبارك العجماني مكان اللاعب سعيد مبارك العجماني. اثنين اخوان. كرة طلاق سالم النعيمي. النعيمي حاول يحرك يسجلها. فاول. صفر الحكم الدولي البحريني شكيب عبد الكريم شكيب. فاول على الفضلي. شوف الكرة هذه مرة ثانية. سبب الحكم فاول. كرة لمصلحة الأهلي الإمارات. شيخ إلى ساميون. حاول الأهلي الإماراتي حاول يحطها نقطتين ياخذها. فضلي كرة مقطوعة. المدرب دراجان مو راضي على هذه التمريرة. وسام يونغ ما يسجلها فيطلع الكرة أوت مصلحة الكويت. راح ينزل حسين الخباز مكان عبد العزيز الفضلي. عزيز دقيقة دفاع قوي وقاعد يقدم مباراة حلوة. عزيز الفضلي الخباز إلى برايموس يحطها نقطتين. شوف هذا برايموس يحط له نقطتين. 11 الكويت الكويتي 9 الاهلي الاماراتي. باقي 3 دقائق و42 ثانية على نهاية الربع الأول من المباراة. ياخذها حمد عدنان إلى راشد إلى الخباز. يلا يا الخباز نبي ثلاثياتك يا الخباز نبي ثلاثيات يا حسين الخباز. المباراة الأولى كان حسين الخباز مع نزوة العماني حقيقة ما كان في مستواه الخباز. في وقت مستقطع يطلبها مدرب نادي الأهلي الإماراتي بيتر شومت. كان طبعا مدرب الأهلي الإماراتي كان يدرب نادي الكويت الرياضي وحقق معاهم نتائج طيبة. لكن اليوم احنا نشوف دراغان ايضا هو المدرب. بالنسبة لفريق الأهلي الإماراتي شارك الأهلي الإماراتي 7 مرات في بطولة الخليج للأندية الأبطال. لم يحصل على البطولة ولا مرة أخذ البطولة الأهلي الإماراتي. حصل على المركز الثاني مرة واحدة وعلى المركز الثالث مرتين وعلى المركز الرابع مرة واحدة وعلى المركز الخامس 3 مرات. هاي بالنسبة لفريق الأهلي الإماراتي. وكانت حقه أول مشاركة كانت للأهلي الإماراتي في البطولة 16 سنة 96 يعني بعد 15 بطولة في البطولة 16 شارك الأهلي الإماراتي وكانت في سنة 96 وحصل على المركز الخامس. وآخر مشاركة كانت له في البطولة السابقة البطولة 34 في 2014. الكويت الكويتي شارك في البطولة 6 مرات وحصل على البطولة مرة واحدة وعلى المركز الثاني مرتين وعلى المركز الثالث مرة واحدة وعلى المركز الرابع مرتين. وأول مشاركة كانت الكويت في البطولة الرابعة وحصل على المركز الرابع. وآخر مشاركة كانت له أيضا في البطولة السابقة 34 في 2014. هاي بالنسبة لمشاركات الفريقين. والكرة مع برايموس وحط له نقطتين. برايموس شوف هذا الاسلوبيني برايموس مترين وستة سنتي يحط له نقطتين. سام يونغ اللاعب الخطر. شوف هذا بيتر الألماني وهذا سام يونغ الأمريكي وهذا الفريق الأهلي الإماراتي. والكرة مع راشد رياض. الرباح مع الكرة. المايسترو يمرر. ميلس الله. ماركو ميليتش شوف تمريرة من المايسترو إلى ماركو ميليتش يحط له نقطتين. الاسلوفيني ماركو. كرة مع طلع قيس حاول يحط له حلوة. شوف يحط له أيضا شوف اللاعب قيس عمر الشبيبي لاعب الأهلي الإماراتي يحط له أيضا نقطتين. قايل لك مباراة حلوة بين الأهلي الإماراتي والكويت الكويتي.
رايموند رايموند بدر العصامي مدير الفريق. ايضا نشوف يحيى البحر ايضا هذا مدير الفريق. صلاح ابراهيم كره لمصلحه نادي الكويت. شوف رايموند باول على الشيخ رايموند. كره مره ثانيه رايموند مع الكره حاول يمر الى راشد رياض الرباح. راشد رياض ويحط نقطتين المايسترو المايسترو راشد رياض الرباح. شوف هذا المايسترو راشد رياض يحط نقطتين للكويت. الكويتي تقدم الكويت 17 الاهلي الاماراتي 13 والكره مع ساميان ساميان مع الكره سام سام ساميان وتدخل كره نقطتين. الحكم يحسبهم ولا ما يحسبهم؟ خلينا نشوف. 12 فاول. لا شوف يقول ان الفاول هذا الحكم الدولي اللبناني ايجو ايجو مروان ايجو لانه يقول الفاول كان قبل لا هو يكون في حاله دخول او تصويت. شكيب عبد الكريم حسب البحريني كره مع قيس الشبيبي يمرر حاول يمر على السله حاول. شوف محمد مبارك العجماني هذا محمد مبارك العجماني حاول يحط نقطتين لكن في فاول ورميتين. شوف شوف هذا محمد العجماني فاول على حسين الخباز زال فاول رميتين والحكم الدولي البحريني عبد الكريم شكيب. الرميه الاولى محمد العجماني العجماني يضيع الرميه الاولى. العجماني العجماني الرميات الحره مهمه يا محمد الرميات الحره مهمه تبي تفوز على الكويت الكويتي لازم تسجل الرميات الحره يا محمد. وتضيع ايضا الرميه الثانيه من محمد العجماني والكره مع حمد عدنان. حمد عدنان الى ماركو ميلتش ماركو يمر الى الخباز الخباز الى ماركو يحاول يمر ماركو والحكم يقول بيراني الحكم البحريني عبد الكريم شكيب. وهذا ماركو ميلتش وهذا ايضا المدرب دراغان. شوف حسبها الحكم رانينج على ماركو. محمد مبارك العجماني الاهلي الاماراتي مع الكره. الاهلي الاماراتي محمد العجماني ما يسجلها ياخذها ماركو تطلع الكره اوت لمصلحه الكويت. شوف حاول ياخذها قيس الشبيبي. محمد عدنان الى ماركو ميلتش ماركو مع الكره يحاول يمرر الى برايموز الى الخباز الخباز العميد. شوف حسين الخباز العميد يحط له ثلاثيه ويتقدم 20 الكويت 13 الاهلي الاماراتي والكره مع شيخ الى سام يحاول يحطها ثلاثيه ما يسجلها ياخذها مره ثانيه الاهلي الاماراتي تحت السله شيخ ويحطها نقطتين. والله شوف انه لاعب ذكي. شوف ساميون يهوش اخذ فاول. شوف هوش حق عدنان حمد عدنان وقال له يلا يا حمد شويه طير بالهواء وخلني انا احط النقطتين وايضا اخذ فاول وايضا راح تكون عندي رميه حره. 20 الكويت الكويتي 15 الاهلي الاماراتي. الكويت طبعا اخذ بطوله الدوري في الدوري الكويتي لهذا الموسم اما بالنسبه للاهلي الاماراتي حصل على بطولتين. هنا بالكويت عندنا بطولتين عندنا الدوري والكاس. الكاس خذا الغاتسيه والدوري اخذ الكويت اخذ الدوري. اما بالنسبه للدوري الاماراتي الاهلي الاماراتي حصل على الدوري والكاس بالامارات وايضا عندهم هم في الدوري الاماراتي اربع بطولات ايضا عندهم على كاس امير الدوله وعلى كاس ايضا نائب امير الدوله. حصل نادي الشباب الاماراتي حصل على البطولتين على كاس امير الدوله وعلى كاس نائب امير الدوله وايضا الاهلي حصل ايضا على بطولتين على بطوله الدوري وكاس الاتحاد.
الكويت الكويتي حصل على بطولة الدوري بالكويت. طبعا ايضا هاي بالنسبة للفريقين، ايضا تقابل الكويت الكويتي والاهلي الاماراتي ثلاث مرات تقابلوا الفريقين، وفاز الكويت في الثلاث مرات، فاز في البطولة الاولى في البطولة الأولى في 2001، في البطولة رقم 21 في البحرين فاز الكويت الكويتي، وأيضا في البطولة الثانية سجل أيضا الرمية الحرة، أيضا في المرة الثانية قلنا في البطولة 24 في 2004 في أيضا في الإمارات، وفي البطولة الثالثة أيضا فاز الكويت على الكويت الكويتي على الأهلي الإماراتي في البطولة رقم 34 في قطر. هاي بالنسبة لي المباريات اللي تقابل فيها فريق الكويت الكويتي والأهلي الإماراتي. هذه المباراة الرابعة اللي تقابلون فيها من خلال بطولة الخليج للأندية الأبطال. حمد عدنان يمرر إلى عبد الله الشمري مع الكرة، الشمري إلى راشد رياض، الرباح ياخذها ويصفر الحكم معلن عن نهاية الربع الأول من المباراة الكويت الكويتي 20 والأهلي الإماراتي 16. سجل نقاط الكويت الكويتي راشد الرباح نقطتين، وأيضا 5 نقاط عن طريق اللاعب حمد عدنان، و3 نقاط عن طريق اللاعب حسين الخباز، ونقطتين عن طريق الإسلوفيني ماركو ميليتش، و8 نقاط عن طريق اللاعب الإسلوفيني برايموز بريزيتش. أما بالنسبة لتسجيل لاعبين الأهلي الإماراتي 12 نقطة عن طريق الأمريكي ساميونغ، وأيضا شيخ السنغالي مسجل نقطتين، وأيضا نقطتين عن طريق اللاعب قيس عمر الشبيبي. هاي بالنسبة لتسجيل اللاعبين الأهلي الإماراتي. مباراة حقيقة حلوة، وقلنا الفريقين فايزين في مباراتهم الأولى، الكويت الكويتي فاز على نزوة العماني 91-80، وأيضا الأهلي الإماراتي فاز على الغرافة القطري 71-69، وكل فريق يحاول يفوز أيضا في مباراة اليوم علشان يكون هو متصدر البطولة. طبعا أكثر الأندية الخليجية حصولا على المركز الأول في بطولة الأندية الخليجية الفرق السعودية، هم الأفضل 12 مرة الفرق السعودية حصلوا على البطولة، أحد السعودي 5 مرات، والاتحاد السعودي 5 مرات، والهلال السعودي مرتين، هذول هم أكثر الفرق السعودية، بعدها الفرق الكويتية والقطرية على 8 مرات، الأندية الكويتية 8 مرات، القادسية الكويتي 4 مرات، كاظمة الكويتي 3 مرات، والكويت الكويتي مرة واحدة. أيضا الأندية القطرية 8 مرات، الريان القطري 5 مرات، والسد القطري مرتين، والعربي مرة واحدة. أما بالنسبة للأندية البحرينية حصلوا على البطولة 4 مرات، الأهلي البحريني مرتين، والمنامة البحريني مرتين، والأندية الإماراتية حصلت على البطولة أيضا مرتين، مرة الوحدة الإماراتي ومرة الشباب الإماراتي. هاي بالنسبة لي تاريخ الأندية، وأيضا أكثر الأندية حصولا على المركز الأول قلنا الأندية السعودية هي الأقوى وهي الأفضل وهي الأكثر حقيقة في هذه البطولة، وراشد رياض الرباح يكملها مرة ثانية، يأخذها يونس خميس، يونس يمرر إلى سام يحط له نقطتين، لاعب خطر، الكويت مو قادر يحدون من خطورة هذا اللاعب. شوف سام يحط له نقطتين، كرة مع حمد عدنان إلى الخباز يمرر إلى راشد إلى ماركو يحط له نقطتين، ماركو ميليتش، شوف هذا ماركو، وهذا دراغان الصربي مدرب نادي الكويت، والكرة مع النعيمي، يمرر يونس خميس يحاول يسجل ما ياخذها فريق الكويت، حمد عدنان الى راشد رياض الرباح، راشد الى الخباز وضيع، ياخذها سام شيخ، والى سام يحط له نقطتين، شوف
سام يونغ، سام يونغ حاطه نقطتين، قايل لك لاعب خطر، لاعب خطر، ما يقدرون يحدون من خطورة هذا اللاعب. لحد الآن 16 نقطة، 16 نقطة مسجل سام يونغ. شوف شوف هذا سام، هذا سام يونغ، سام يونغ حط له نقطتين وتمريرة حلوة، وإلى سام اللاعب المتمكن واللاعب اللي قادر إنه يسجل نقاط. وماركو ميليتش ويحط له نقطتين، ماركو ميليتش، ماركو ماركو، هذا ماركو ميليتش، وهذا بيتر الألماني مدرب الأهلي الإماراتي. والكرة سعيد العجماني يحاول يمر، يمرر إلى يونس خميس وتضيع، ياخذها راشد رياض، الرباح مع الكرة، راشد رياض المايسترو، كرة مقطوعة تطلع لمصلحة الكويت، مصلحة الكويت. راح ينزل، راح ينزل اللاعب السلوفيني برايموس، برايموس، شوف كرة راشد، برايموس مكان ماركو، برايموس مكان ماركو، شوف هذا برايموس وهذا ماركو، هذا كرة مع حمد عدنان، حمد عدنان مع الكرة، 24 الكويت الكويتي، 20 الأهلي، حمد عدنان يحاول يكملها، ياخذها سام، سام مع الكرة، سام يونغ، سام يونغ، سام يحاول يمر وعلى السلة يضيع، ياخذها مرة ثانية طلال النعيمي إلى سعيد العجماني، إلى شيخ، شيخ سام ما يسجلها، ياخذها الخباز، خباز إلى راشد رياض، الرباح مع الكرة، راشد رياض يحاول يمر، راشد إلى حمد عدنان، حمد، حمد عدنان مع الكرة، حاول في فاول، فاول، فاول على سعيد مبارك العجماني، وهذا الحكم الدولي القطري خالد الأحبابي. دقيقة لحد الآن التحكيم متميز في هذه البطولة، حقيقة من بداية البطولة لحد الآن التحكيم متميز، وبالنسبة ما في أي احتجاجات، ما في أي شيء حقيقة التحكيم. وهذا أيضا إدراغان الصربي مدرب نادي الكويت، والكرة مع حمد عدنان، حمد، حمد يحاول إلى الخباز، يحاول يسجل ما يسجلها، ياخذها شيخ سام، شيخ يمرر إلى سعيد مبارك العجماني، سعيد إلى سام، شيخ إلى سعيد مبارك العجماني، عجماني يمرر، كرة ياخذها مرة ثانية الفريق الإماراتي، محمد مبارك العجماني يحاول يحط له ثلاثية ما يسجلها طلال النعيمي، كرة مع راشد رياض، الرباح راشد رياض يحاول يمر، راشد رياض يمر إلى الجمعة، الجمعة مرة ثانية، الخباز، الخباز، الخباز إلى برزيش، الله يحط له نقطتين، برايموس، برايموس، شوف هذا برايموس، هذا برايموس، برايموس يحط له أيضا نقطتين للكويت، الكويتي مسجل 10 نقاط، برايموس السلوفيني، والكرة مع الأهلي، وفي فاول، 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 صفر الحكم البحريني يقول في فاول على حمد عدنان، فاول على حمد عدنان لاعب الكويت الكويتي، في تغيير راح ينزل عبد العزيز الفضلي، وايضا راح ينزل ماركو ميليتش مكان حمد عدنان، محمد مبارك العجماني يمرر الى طلال النعيمي ثانية، اخذها تشوف الثلاثيات مو ماشيه مع لاعبين الامارات، لاعبين الامارات مو ماشيه اليوم معاهم الثلاثيات، وسام يضيع ياخذها برايموس، برايموس هذا دراغان يأشر يقول اللاعبين قاعد يشوف، يأشر اللاعبين وقاعد يوجههم خارج الملعب، راشد رياض الرباح ما يسجلها، ياخذها سام، سام يونغ، سام كرة مع سام، مرر إلى طلال نعيمي مرة ثانية يحاول يحط له ويحط له أيضا شوف نقطتين حلوة، شوف 14 محمد مبارك العجماني، العجماني يحط له نقطتين للأهلي الإماراتي، وراشد رياض مع الكرة، راشد يمرر إلى الفضلي، عزيز إلى ماركو، ماركو الله، ماركو ميليتش، هذا ماركو، هذا ميليتش، شوف الاسلوفيني، شوف 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 ماركو ميليتش يحط له نقطتين للكويت الكويتي، 28 الكويت الكويتي، 22 الأهلي
الإماراتي وهذا الحكم الدولي القطري خالد الأحبابي. الأحبابي تحكيم متميز حقيقة من حكام البطولة الخليجيين أيضا والعرب اللي قاعدين يحكمون في البطولة في وقت مستقطع في تايم أوت يطلبه مدرب نادي الأهلي الإماراتي الألماني بيتر شومت وقت مستقطع. مرات هي هذه البطولة رقم 35 قلنا الأندية السعودية هي الأوفر حظ وهي الأفضل وهي الأقوى في هذه البطولة، حاصلين على البطولة 12 مرة الفرق السعودية، 5 مرات أحد السعودي وهو أيضا صاحب أول لقب في هذه البطولة أحد السعودي، وأيضا 5 مرات اللي هو الاتحاد السعودي ومرتين الهلال. شوف الاتحاد السعودي، الفرق السعودية هي الفرق الوحيدة اللي حصلوا على البطولة 5 سنوات متتالية، 5 سنوات متتالية الفرق السعودية حصلوا على البطولة. يعني شوف في البطولة 16 الهلال السعودي، البطولة 17 الاتحاد السعودي، البطولة 18 الاتحاد السعودي، البطولة 19 الاتحاد السعودي، والبطولة 20 الاتحاد السعودي. يعني 5 بطولات متتالية الأندية السعودية تحتكر هذه البطولة. يعني ما في حاليا نشوف اليوم الأندية القطرية آخر 3 سنوات الريان القطري والسد القطري وأيضا السد القطري في البطولة 32 و33 و34 3 سنوات متتالية من الأندية القطرية. كرة مع فريق الأهلي ويحط نقطتين. شوف شيخ سام، شيخ سلامات يا شيخ السنغالي، شيخ سام، شيخ سام سلامات سلامات إن شاء الله يقوم بالسلامة اللاعب السنغالي. شوف هذا شيخ حاول، شوف هني حاول يحط له نقطتين، حط النقطتين لكن شوف هذا ماركو ميليتش ما كان طبعا يقصد وابتعد عنه. كرة لمصلحة هذا مروان إيجو حكم الدولي اللبناني، وهذا دراغان الصربي مدرب نادي الكويت. طبعا بعد هذه المباراة ايضا في مباراتين، بعد هذه المباراة راح تكون بين المباراة الثانية راح تكون بين النزوة العماني والقرافة القطري، والمباراة الثالثة راح تكون بين القادسية الكويتي والسد القطري. مباريات طبعا مهمة لان راح تكون هاي المباريات الثالثة بالنسبة لكل فريق ومن اللي راح يدخل الى يتأهل الى الدور الثاني. كرة ياخذها اللاعب سعيد مبارك العجماني تحت السلة ويحط له نقطتين، يحط له نقطتين. شوف هذا اللاعب الاماراتي سعيد محمد عاشور يخطف الكرة، يحط له نقطتين، يحط له نقطتين سعيد محمد عاشور 28-26. والمدرب الصربي دراغان على طول اخذ وقت مستقطع في اخر 4 دقائق و49. شوف شوف تمريره كانت بالخطا من راشد رياض الرباح، اخذها سعيد مبارك العجماني ومررها الى سعيد محمد عاشور وحاط له نقطتين وقت مستقطع. نتقابل الكويت الكويتي والاهلي الاماراتي 3 مرات في هذه البطولة، والكويت الكويتي هو اللي فايز بال3 مرات. الأهلي الإماراتي مشارك بالبطولة 7 مرات ما حصل على البطولة ولا مرة، ولا مرة الأهلي الإماراتي حصل على البطولة. الكويت الكويتي حصل على البطولة مرة واحدة. هذا برايموس الشيء اللي هو يتميز فيه او هو الافضليه للاهلي الاماراتي ان اللاعبين لاعبينهم الاجانب الاثنين موجودين معاهم طول الموسم عكس فريق الكويت الكويتي. يعني ماركو ميليتش يعني هذا الموسم ما لعب معاهم لان ما عندنا لاعبين محترفين خلال هذا الموسم، وبرايموز ايضا خلال فقط 10 ايام مرنا معاهم في المعسكر وايضا نقطتين. شوف ماركو ميليتش، ماركو ميليتش يحط له نقطتين، نقطتين ماركو ميليتش الاسلوفيني
طبعا، لكن ماركو ميليتش كان يلعب مع فريق الكويت في قبل طبعا هذا الموسم، كان لاعب محترف في الكويت لكن برايموز جديد والكره مع ماركو ميليتش، مع الكره الى حمد عدنان يحاول يمرر، كره مقطوعه، سام ياخذها، سام مره ثانيه، سام، الله، سام يانغ شوف هذا سام يانغ شوف، انخبط الكرة من حمد عدنان يمررها إلى سام ويحط له دانك حلو سام يانغ حلو، نقطتين و30 الكويتي 28 الأهلي الإماراتي، مباراة حلوة قاعد يقدمها الفريقين حقيقة، وكل فريق يحاول إنه يفوز في المباراة اللي تصدر المجموعة الثانية. مروان إيجو اللبناني ورميتين، حسين الخباز الرميات الحرة مهمة، يسجل الرمية الأولى، يسجل الخباز أربع نقاط مسجل لحد الآن، حاط له ثلاثية في الربع الأول، في الربع الثاني حاط له نقطة، يلا يا الخباز، حسين الخباز الرمية الثانية، يسجل أيضا الرمية الثانية حسين الخباز، هذا حسين الخباز يحط الثنتين، سام مع الكرة، سام يانغ خطر سام يانغ، تمريرة يحاول وتضيع من قيس الشبيبي، ياخذها برايموز الى ماركو ميليتش مع الكرة، ماركو الى حمد عدنان، وفي فاول على ماركو ميليتش، شوف فاول على ماركو ميليتش، مرر الكرة لكن اخذ فاول اللاعب طلال سالم النعيمي، وهذا بيتر الالماني مدرب الاهلي الاماراتي، مرر سام يانغ مع الكرة، 3 دقائق و8 ثواني على نهاية الشوط الاول، سام يانغ على السلة، صفر ويقول في فاول حكم البحريني عبد الكريم شكيب يقول في فاول، شوف سام ني حسب انه يقول في دف انه يقول دافع، يقول في دف، وطبعا بالنهايه قرار للحكم، يعني انا ما اشوف انه طبعا بالنهايه هو الحكم هو الاقرب، قرار النهائي الحكم المباراه، الكره مع الخباز حسين يمرر الى برايموز ما يسجلها، خذها سام مع الكرة، سام يانغ حاول يحط له نقطتين ما يسجلها، ياخذها مرة ثانية اللاعب سعيد مبارك العجماني، يمرر ويحط له نقطتين، قيس الشبيبي حط له نقطتين، شوف هذا اللاعب رقم 12 قيس الشبيبي، شوف هذا قيس لف على السلة يحط نقطتين، 32-30 دراغان، رمية إضافية عن طريق قيس الشبيبي يسجل الرمية الحرة الإضافية، 32 الكويت الكويتي، 31 الأهلي الإماراتي، حمد عدنان ما يسجلها، ياخذها برايموز شوف يحط له نقطتين، برايموز شوف حمد عدنان حاول يحط له نقطتين لكن شوف برايموز يكمل الكرة، برايموز كرة مع الأهلي الإماراتي، سام مع الكرة مور رانينج على سام، رانينج على اللاعب الأمريكي سام، حكم يقول في رانينج، شوف هذه الكرة لمصلحة نادي الكويت، سلامات لسام يانغ حمد عدنان مع الكرة، مرر إلى ماركو ميليتش الله، ضيع من ماركو، ياخذها سام يمرر مع الكرة،
ساميان حاول يمر مر سام يكملها وضيع ماركو يلا برايموس دانك الله تضيع لكن يكملها شوف ضاعت كرة سهلة من البداية من برايموس شوف ضاعت السهلة وسجل الصعبة شوف حط له نقطتين برايموس كرة مع سعيد مبارك سعيد ما يسجلها ياخذها مرة ثانية الشبيبي ويحط له نقطتين غيث الشبيبي حط له نقطتين 40 ثانية على نهاية الربع الثاني والشوط الأول من المباراة 36-33 الكويتي هو اللي متقدم لحد الآن في المباراة والكرة مع الأهلي يحاول يمرر إلى طلال وتضيع من طلال ياخذها برايموس إلى ماركو ميليتش حمد عدنان حمد يمرر إلى برايموس الله لعبة حلوة إلى عبد الله الشمري جوردن يحط نقطتين عبد الله الشمري يحط نقطتين 4 ثواني فاول لمصلحة الأهلي الإماراتي طلال النعيمي في آخر ثانيتين شوف هني في فاول ورميتين لطلال النعيمي في آخر ثانيتين الرمية الأولى تضيع من طلال الرميات الحرة مهمة يا شباب بالنسبة للفريقين الرمية الثانية طلال النعيمي يسجل الرمية وحمد عدنان ويصفر الحكم معلن عن نهاية الشوط الأول من المباراة 38 الكويتي و 34 الأهلي الإماراتي أترك الميكروفون إلى زميلي خالد العتيبي في الاستوديو مع ضيوفه الكابتن فيصل بوريسكي والكابتن سامي العبيد وإلى هناك حياكم الله مشاهدينا الكرام شكرا لزميلي المعلق على الشطي تابعنا الربع الأول والربع الثاني من مباراة الكويت والأهلي الإماراتي والتفوق لمصلحة الكويت 38 مقابل 34 للأهلي سنتحدث عن الأمور الفنية مع ضيوف المتواجدين معي داخل الاستديو الكابتن فيصل بورسلي والكابتن سامي المجيني كابتن فيصل أبدأ معك وحول الشوطين والربعين الأول والثاني من هذه المباراة والتفوق لا زال لمصلحة فريق الكويت 38-34 فعلا فريق الكويت حاول يعني سيطر نوعا ما على المباراة لكن لاحظ النقطة المهمة بين الفريقين ان المحترفين هم من حملوا الميزان فريق تشوف الأهلي الإماراتي سام يونغ 18 نقطة شيخ سام 4 قيس 7
اوكي بين ثلاث لاعبين السكور كله. تروح على الكويت بريزريتش 14، ماركو 10، حمد عدنان 5، وحسين الخباز 5. تشوف يعني الفريقين بامانه الكويت يلعب كسيستم ومنظم افضل اكثر. فريق الاهلي الاماراتي قاعد يلعب فرديه بحته من اللاعب ساميونغ، نجم كبير، انا ما الومه بصراحه، بس انا ماني شايف سيستم قاعد يلعبون. شيخ سام نفس الشيء ياخذ الكره يبي يلعب روحه، لكن ساميونغ لما ياخذ الكره يسيطر يعني يخلص الهجمه. احس انه تعب، اتوقع في الكوارتر الرابع راح يكون مجهد، صعب يشيل نفسه لان الحين نشوفه مرهق. الكويت حاول يلعب داخل اكثر على اللاعب بريزريتش في البدايه. دفاع ما شاهدنا الاهلي الاماراتي لعب البريس ماله المعتاد. مدرب الاهلي الاماراتي للعلم كان مدرب نادي الكويت سابقا، ومفروض عارف لاعبين الكويت، واعتقد يعني يعرف مقوماتهم طبعا كلها. وايضا مدرب الكويت اوروبي ولكن يهتم بالبريس والدفاع بشكل كبير، لانه كان لاعب بالان سي دبليو اي في امريكا وعنده الستايل الامريكي في الدفاع. ايضا نشوف تنطيط وايد من الكويت عندهم بالكره، ما في نقل سريع، ماركو وايد خلخل الدفاع من داخل، لعبوا شويه زون الاهلي الاماراتي لم يوفقوا. اتمنى الاحصائيه بعد توصلنا عشان نقدر نتكلم بالارقام، سلة الارقام اذا ما عندك صحيح. ارقام يعني تقريبا هذا اللي 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 شاهدناه. ايضا فريق الاهلي مدرب الاهلي اتمنيت انه يكون في ستايل يلعبه معين، شيخ صنب شلون يلعبه، حاول يطلع برا، طلع وياه السنتر، طيب العب على قيس انسايد، لا قيس كان محدود ما توصل للكره. كان دائما شيخ صنب وساميانغ هم اللي الكره بيدهم كثير، ما في اللاعبين الثانيين محاوله استفاده من مقوماتهم مثل قيس. ايضا طلال حاول يسجل ما قدر، لكن شكل اللعب منظم اكثر نادي الكويت. نعم كابتن سامي، ايضا رؤيتك الفنيه اللي ما تابعناه من خلال الربعين الاول والثاني. اول شيء بدايه المباراه كانت حذره مثل ما توقعنا. المباراه مبين عليها ان راح تكون سجال بين الفريقين، ما راح تقدر ابدا تحدد منو اللي راح يفوز فيها. حاول الكويت يسيطر على الامارات، على فريق الاهلي الاماراتي ويفرض اسلوبه، لكن الاهلي الاماراتي كان بفضل النجم صامويل طبعا كان يرجع المباراه بسرعه. الاخطاء البسيطه اللي يخطئها نادي الكويت ترجع عليه على طول في هجمات مرتده وسكور من الفريق الاماراتي. لاحظت الفريق الاماراتي غير دفاعه ما بين المانتومان الى دفاع المنطقه، دفاع الزون الى البريس، احيانا لعب بريس، لكن بالاخير اذا ما استمر الفريق الكويتي في قراءه المباراه بشكل صحيح على اللاعبين الاماراتيين، فانا اعتقد راح يواجه مشكله، خاصه ان من هجمه واحده لعب الفريق الاماراتي ضغط على الفريق الكويتي على طول قدر يستخلص الكره منه. بالنهايه انا اتوقع ان الفريق الكويتي الحين خلاص عرف الفريق الاماراتي شلون اسلوبه باللعب، والفريق الاماراتي نفس الشيء عنده مفاتيح، عنده مفتاح شيخ، اللاعب شيخ للحين ما بدا ابدا ولا استغلوه نهائيا. فانا اشوف ان اللاعب شيخ راح يكون له دور بالربع الثالث والرابع، نظرا لانه ما استغلوه اساسا بدايه المباراه، يعني اربع نقاط هي ابدا مو حصيله شيخ على مدار السنوات اللي قاعد يلعبها مع فريق الاهلي ابدا، ولاعب مؤثر. لكن التوفيق اليوم توفيق اللاعب سامويل هو ساهم في بقاء النادي الاهلي الاماراتي بالدائره. نعم كابتن فيصل، وكان نشاهد مباراه اخرى ما بين برايمز وبين شيخ، يعني هناك في البدايه كانوا اثنيناتهم مع بعض وضد بعض، دائما حصلهم في الاسوان في حاله الدفاع والهجوم. طبعا فعلا اثنينهم عمالقه، تتكلم عن سنتر بريزريتش وشيخ سام، اثنينهم طوال، كل واحد يبي يسيطر يبي يبين ان انا الافضل على مستوى البطوله، انا بالطول انسايد اقوى. احنا عارفين ان شيخ سام قصدي بريزريتش هو كسي في اقوى وايد من شيخ سام، لكن شيخ سام يبتعد عنه بثري بوينت. راح تشوف ايضا هنا قوه داخل، لكن اشوف انا امكانيات الفرديه انسايد لبريزريتش افضل من شيخ سام. نعم. لكن تلاحظ ان السكور والتركيز اكثر لما لاعب مثل ساميانغ يحط له 18 نقطه الحين وما حد قادر يوقفه من الكويت في شوط واحد، صعب. يعني انت لازم تسيطر على نادي الكويت، تسيطر على المحترفين الاثنين، يحاول يقلل السكور مالهم، لان اللاعبين المحليين للاهلي الاماراتي مو المسجلين المميزين، يعني حتى في المباراه السابقه تشوف سكورهم قليل.
نعم. وبالتالي انت امسك المحترفين وعطل المحليين يسجلون، ماكو مشكله، ما راح يصون يرتقون الى معدل عالي. نفس الشيء بالنسبه حق لاعبين الكويت، اذا يبون يفوزون اليوم لازم يلعب انسايد اكثر، يحط شيخ سام في فاول ترابل، يحط سام يانغ في فاول ترابل، وراح يشوت فاول فري ثرو واللي هي هاي برسنتج سكور، اتوقع تكون افضل بكثير. نعم. كابتن سامي، يعني الاداء بشكل عام، يعني الفريق الكويت اليوم وهو ما زال يعني متفوق، يعني حتى من البدايه هو ما شاء الله يفرق، لكن الاهلي الاماراتي لا زال قريب من فريق الكويت. نعم، الفريق الكويتي محتاج، نادي الكويت محتاج انه يركز اكثر في عمليه الهجوم، خاصه ان الحلول الموجوده حاليا ان ماركو يحاول يخترق الدفاع، خاصه دفاع المنطقه، لما حاولوا يلعبون دفاع المنطقه على اساس انه يحدون من الدخول على السله. اللاعبين الخط الاماراتي اللي فوق اللي هم اللاعبين المحليين اغلب دائما ما يقدرون على ماركو، فبالتالي ماركو مهمته جدا اساسيه ومهمه في تخلخل دفاعهم، دفاع المنطقه والدخول والتصويب على السله. نعم كابتن فيصل، يمكن الاحصائيه وصلتنا الاحصائيه، لكن بشكل سريع يعني نتكلم عنها. احنا نشوف عندنا تلاحظ في ريباوند 21 ريباوند، توتال ريباوند حق الفريق الاهلي الاماراتي، على العكس 10 ريباوند توتال ريباوند للنادي الكويت. ايضا 2 بوينتس مسجلين، اعتقد في خطا بالاحصائيه، لان ما اعتقد ان في خطا بالتسجيل حق نادي الكويت. 14 مسجلين، في خلل بالاحصائيه، ما اعتقد ما هي مضبوطه. بس لا، بس الكويت بحسب ما هو موجود عندنا، خلينا نتكلم عن الكويت اكثر. الكويت لازم تلعب انسايد اكثر، على سواء ماركو او بريزنش. نعم. لازم يلعب انسايد اكثر، يحط شيخ سام فاول ترابل يطلعونه برا، ساميان اغلق المنطقه. اتمنى مدرب الكويت ينتقل الى لعب الزون شويه، يلعب له 2 3 زون و 1 2 2 زون. اتمنى انه ينتقل الى الزون شويه، يجرب يشوف شلون، لان شيخ سام ما قاعد يسجل من برا، والدخول اكثر ساميان قاعد يخترق ويسجل انسايد. نعم. عموما ننتقل ايضا لمتابعه الكوارتر الثالث والكوارتر الرابع مع زميلي المعلق الكابتن علي الشطي، ومباراه الكويت والاهلي الاماراتي. احترام في داخل الاستديو الكابتن فيصل بورسلي والكابتن سامي العبيد. علي الشطي حييكم مرة ثانية من صالة نادي الكويت الرياضي، لأنقل لكم أحداث الشوط الثاني من مباراة الكويت الكويتي والأهلي الإماراتي ضمن بطولة الخليج 35 للأندية أبطال الدوري. اليوم 3/6/2015 وانتهى الشوط الأول لمصلحة نادي الكويت 38 والأهلي الإماراتي 34. بداية الشوط الثاني تميرة حلوة تحت السلة ويحط له نقطتين، قيس الشبيبي شوف يحط له نقطتين، تميرة حلوة من سام إلى قيس الشبيبي يحط له نقطتين. 38-36 كرة مع ماركو إلى إبرايموز يحاول يمر، ماركو ميليتش تضيع، إبرايموز مع الكرة، حمد عدنان، عبد الله الشمري في راني في مخالفة المشي. طبعا مجموعة دقيقة، مجموعة قوية اليوم، المجموعة الثانية الأهلي الإماراتي والكويت الكويتي والغراب القطري ونزوة العماني، يعني ثلاث فرق حقيقة، خلينا نكون واقعيين، أيضا الغراب القطري والأهلي الإماراتي والكويت الكويتي ثلاث فرق بنفس المستوى، يبون فريقين إلى الدور الثاني. مروان إيجو اللبناني الحاكم الدولي، فاول على الشمري، ثلاث فرق. الأهلي الإماراتي فاز على الغراف القطري 71-69، فرق نقطتين. هاي أيضا تشوف الكويت اليوم تحت السلة، الشمري حط له نقطتين، عبد الله الشمري هذا شوف الشمري هجمة سريعة وتضيع، وسام يحط له أيضا نقطتين، سام يونغ حط له أيضا نقطتين. شوف الكويت ما مدار بعد ما سجل عبد الله الشمري نقطتين على طول خلال ثانيتين، باس بريك سريع، سام يانغ حاط له ايضا نقطتين. ماركو الى حمد عدنان،
حمد ما يسجلها، ياخذها ساميون، سام تمريرة حلوة تحت السلة ويحط له نقطتين. الشبيبي يحط له نقطتين، تعادل 40-40 ثمان دقائق وعشر ثواني على نهاية الربع الثالث، والكرة مع الأهلي الإماراتي، تمريرة حلوة. الشبيبي شوف قيس الشبيبي، وهذا دراغان معصب يقول للعب رقم اثنين. كرة مع حمد عدنان، حمد إلى راشد رياض، تقدم الأهلي الإماراتي، لكن شوف برايموس يحط التعادل، برايموس يسجل التعادل. شوف تمريرة إلى برايموس يحط له نقطتين وتعادل 42-42. راشد رياض إلى برايموس حاول يحط له أيضا، برايموس تطلع الكرة أوت لمصلحة هذا برايموس السلوفيني مترين و16 سنتي، أطول لاعب دقيقة في البطولة، أيضا اللاعب شيخ سام لاعب السنغالي، لاعب الأهلي الإماراتي أيضا لاعب طويل، اثنين لاعبين أطوال. والكرة مع الأهلي الإماراتي يحاول يمر على السلة، تمريرة كرة مقطوعة، حمد إلى ماركو إلى الشمري الله، ضيع كرة سهلة من الكويت، مثل ما ضاعت حقيقة كرة سهلة من الأهلي الإماراتي، أيضا ضاعت كرة سهلة من الكويتي وتعادل 42-42. شوف الأهلي الإماراتي إذا فاز يضمن دخول الأهلي الإماراتي، لكن الكويتي إذا فاز ما يضمن، ممكن يصير فيه ثلاث فرق متعادلين مع القرافة القطري. مباراة حقيقة مباريات كلها مهمة، يعني احنا قاعدين نستبعد نزوة العماني، لكن ايضا نزوة ويمكن يعمل مفاجآت، نزوة العماني والكرة مع برايموس يحط له نقطتين برايموس. اليوم نزوة العماني راح يلعب مع القرافة القطري، اذا خسر نزوة يعني خلاص ابتعد عن البطولة، لكن اذا فاز راح يكون في كلام آخر، راح يكون القرافة القطري اللي راح يبتعد لأنه يكون خسران مباراتين. مباريات مهمة، مباريات سلامات شيخ سام السنغالي، الحكم الدولي القطري طارد الأحبابي، هذا سام هو شيخ سام، كم سفها فاول لمصلحة كرة لمصلحة 44-42، الكويت متقدم. صلاح الشاعر إداري فريق الأهلي الإماراتي، كرة مع سعيد مبارك، العجماني ما يسجلها، يأخذها مرة ثانية إلى العجماني، سام يونغ مع الكرة، سام يونغ يحاول يمر، سام ما يسجلها، يأخذها مرة ثانية، شوف سام يونغ مرة ثانية يأخذها والضيع، يأخذها برايموس إلى حمد عدنان مرر إلى الشمري، مرة ثانية حمد عدنان برايموس حاول يمرر، ماركو على الطاير ماركو ميلج ما ينزل بالأرض، على طول شوف تمريرة من رامز برايموس، عطنا نقطتين، الكرة أيضا يحاول ياخذها الشمري،
الى راشد رياض، الرباح راشد رياض برايو، الله دانك حلو برايموس، شوف هذا برايموس، هذا برايموس، برايموس ودانك حلو، دانك حلو من اللاعب السلوفيني برايموس، تقدم الكويت 48-42 واخذ وقت مستقطع. المدرب الالماني بيتر، مدرب الاهلي الاماراتي، هذا بيتر، هذا بيتر كان يدرب نادي الكويت الكويتي، حاليا الاهلي الاماراتي، وحصل على بطولتين خلال هذا الموسم في الدوري الاماراتي. مباراة حلوة حقيقة، مستوى متغارب حقيقة، جميع الفرق المستوى متغارب، لكن في خسارتين كانوا اثقال حقيقة، يعني بين كانت بين المنامة البحريني والقادسية الكويتي، وايضا بين الفتح السعودي والسد القطري، يعني سكورين كانوا عاليين، يعني السد القطري فاز على الفتح السعودي 99-72، ورد كبير حقيقة 27 نقطة. أيضا المنام البحريني على القادسية الكويتي 99-72، يعني فرق كبير حقيقة بالنسبة لي النتيجة اللي كانت بين القادسية والمنامة، وأيضا بين السد والفتح السعودي، مع أن الفتح السعودي كان فايز على القادسية الكويتي في المباراة الأولى 69-65. شوف كاش شيخ، الله الضيع، الضيع كرة سهلة، شوف الشيخ، شيخ اليوم مو باين، اللاعب السنغالي شيخ سام حقيقة اليوم مو باين، فقط مسجل 4 نقاط، حاط نقطتين في الربع الأول ونقطتين في الربع الثاني. برايموس يعني أيضا حتى في الريباوند شيخ مباين، ولا بتسجيل النقاط، لا بالدفاع ولا بالهجوم حقيقة، اللاعب السنغالي لاعب الأهلي الإماراتي شيخ سام، كرة مع راشد، كان في المباراة الأولى كان وايد أفضل مستوى حقيقة. محمد عدنان إلى برايموس، برايموس، برايموس تطلع الكرة أو الأهلي الإماراتي مع الغرابة القطري لعب مباراة حلوة، لعب مباراة حلوة اللاعب السنغالي شيخ سام حقيقة، لاعب طويل يتميز أيضا بالثلاثيات، يتميز أيضا بالرميات الثلاثية. طلع مع محمد مبارك، يعني فريقين لحد الآن ما شفنا منهم ثلاثيات، يعني حقيقة التصويب ضعيف بالنسبة للرميات الثلاثية فقط، يعني شوف الأهلي الإماراتي ثلاثية واحدة، شوف لكن يحط أيضا نقطتين، شوف برايموس، برايموس بدأ يتحرك، برايموس أفضل، برايموس 22 نقطة لحد الآن مسجل الإسلوفيني برايموس في هذه المباراة لحد الآن، يعني ثلاثية واحدة فقط في الربع الأول للأهلي الإماراتي عن طريق ساميان تحت السلة، ويحط له نقطتين، حط له نقطتين شيخ سام، شيخ سام حط له نقطتين، عندنا بالنسبة للرميات الثلاثية فقط ثلاثية واحدة لفريق الأهلي الإماراتي لحد الآن في المباراة. الكويتي، الكويتي عنده ثلاثيات اثنتين في الربع الأول، وأيضا شوف راشد الرباح، الرباح يحط له، شوف شوف ثلاثية، توني قاعد أتكلم عن الرميات الثلاثية، المايسترو يقول لي هاك ثلاثية، هاي ثلاثية، هاي ثلاثية يا الشطي، شوف وحاط له ثلاثية راشد رياض للكويت الكويتي، والكرة مع ماركو ميليتش، ماركو وتضيع برايموس، يسأل الله، شوف لاعب طويل برايموس، برايموس مشكل خطورة، مو قادرين يحطون من خطورته، هذا حسين الخباز اللي راح ينزل، برايموس حقيقة قاعد يتلاعب في فريق الأهلي الإماراتي تحت السلة أو من برا السلة، حقيقة لاعب خطر، لاعب خطر برايموس الإسلوفيني 24 نقطة، شوف
هذا برايموس 24 نقطة مسجل لحد الآن بتغيير طلال حمد عدنان، وهذا مروان إيجو اللبناني الحكم الدولي، قلنا حقيقة تحكيم متميز لحد الآن في هذه البطولة. كرة مع الشيخ حسام مرر محمد مبارك، ثانية كرة مقطوعة، فاول على سعيد مبارك العجماني، فاول دقيقة 53 ثانية، ثانية حاول برايموس مع الكرة، برايموس على السلة ياخذها مرة ثانية، شوف تمريرة حلوة حلوة يا برايموس، حلوة لعبة كبيرة، لعبة ذكية من برايموس، تمريرة حلوة، شوف 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 السلام عليك يا برايموس، تمريرة حلوة إلى عبد الله الشمري اللي سجل نقطتين، عبد الله الشمري سجل نقطتين، مروان إيجو مروان فاول، الحكم يقول في فاول، شوف الكرة هذه مرة ثانية، الحكم صفر مروان إيجو، كرة هذا اللاعب محمد مبارك العجماني، شوف الحكم القطري خالد الأحبابي يكلم مدرب نادي الكويت الدراغان يقول له ممنوع احد من لاعبينك يتكلم، خلاص الحكم هو القرار النهائي عند حكم المباراه، سام يانج مع الكره، سام يانج، سام على السله، مع ماركو، شوف سام يانج باقي دقيقه وتسع ثواني في الربع الثالث مسجل فقط الا نقطتين، نقطتين سام، نقطتين الخباز صغيره ياخذها سام يانج، سام يانج مع الكرة، كرة فاول، فاول راشد مروان يقول حكم اللبناني، شوف الكرة هذه مرة ثانية، فاول فاول على راشد الرياض، يعني حتى لو اللاعب يحتاج او المدرب القرار النهائي عند حكم المباراة، القرار النهائي راح يكون عند حكم المباراة، هذا سام يانج اللي دقيقة اختفى سام يانج في الربع الثالث، سجل في الربع الأول 12 نقطة، الربع الثاني 6 نقاط، في الربع الثالث فقط نقطتين، سام يانج سجل الرمية الأولى، سام سجل الرمية الأولى، فرق 10 نقاط 57-47، وهذا أعلى سكور يتقدم فيه فريق نادي الكويت، مكان 57-46، وسجل الرمية الثانية سام يانج 57-48، طبعا النتيجة العالية تهم نادي الكويت، لازم الكويت يفوز فرق كبير لأنه عنده مباراة مهمة أيضا الكويت مع الغرافة، لأن الأهلي الإماراتي فايز على الغرافة القطري، فهذه مباراة أيضا راح تكون فرق الثلاث متقاربة، فالسكور أفرج هو اللي راح يفرق من اللي راح يصعد، وماركو ميلتش، ماركو ميلتش يحط نقطتين، ماركو إذا السكور العالي يعني أيضا الفريق راح يستفيد منه إذا تعادل أكثر من فريقين أو فريقين في الترتيب، ويحط له أيضا شوف نقطتين، يحط له سام شيخ، شيخ سام سجل، راشد رياض كرة مقطوعة، هجمة هجمة، شوف هجمة سريعة، فاول على برايموس، فاول على فاول على برايموس، شوف شوف فاول، فاول على برايموس، لكن شوف كانت في هجمة عكسية كان يطالب فيها فريق الأهلي الإماراتي في أنه فاول متعمد، لكن في أربع أخطاء على فريق نادي الكويت، ورميتين الرمية الأولى يسجل، يسجل محمد مبارك العجماني، العجماني سجل الرمية الأولى، راح يرمي الرمية الثانية، العجماني
الرميه الثانيه العجماني، كره مع ماركو، ماركو في اخر ثانيه وحاول يصفر الحكم معلن عن نهايه الربع الثالث من المباراه. 59 الكويت الكويتي، 52 الاهلي الاماراتي. شوف بالنسبه لتسجيل نقاط اللاعبين، طبعا راشد الرباح مسجل لحد الان 5 نقاط، وايضا 5 نقاط عن طريق اللاعب حمد عدنان، و5 نقاط ايضا عن طريق اللاعب حسين الخباز، 6 نقاط عبد الله الشمري، و 14 نقطة عن طريق اللاعب ماركو ميليتش السلوفيني، و 24 نقطة عن طريق السلوفيني برايموز. هاي بالنسبة لتسجيل فريق الكويت الكويتي. بالنسبة للأهلي الإماراتي، ساميانغ مسجل 22 نقطة ونقطتين عن طريق اللاعب سعيد محمد عاشور، 9 نقاط عن طريق شيخ سام، 9 نقاط و13 نقطة عن طريق قيس الشبيبي، 3 نقاط محمد مبارك العجواني، ونقطة واحدة عن طريق اللاعب طلال سالم النعيمي. شوف يعني حقيقة الشيخ سام السنغالي لاعب حقيقة متميز، والسكور أفرج ماله يعني معروف يعني بالثلاثينات، يعني يسجل في المباراة اليوم لحد الآن فقط مسجل 9 نقاط. يعني حقيقة اللاعب السلوفيني برايموز حاد من خطورة هذا اللاعب السنغالي في هذه المباراة. وفي بداية الربع الرابع الخباز يحط نقطتين، حسين الخباز شوف كرة حسين الخباز بعد ما سجل النقطتين، وقلنا السكور كل ما يعلى افضل بالنسبه للفريقين، لان قلنا في فريق اخر ايضا الغرافه القطري فريق قوي يقدر انه ينافس، يكون منافس في هذه البطوله مع الفريقين ايضا، مع الاهلي الاماراتي والكويت الكويتي. وايضا نتمنى ان نشوف ايضا فريق نزوة العماني انه يعمل شيء في هذه المباراه، لان نزوة العماني خسر المباراه الاولى امام الكويت الكويتي 91-80 فرق 11 نقطه. وقلنا هذه البطوله النقاط كل ما تزيد بالنقاط في التسجيل راح تنفعك بالنسبه لي اذا تعادل فريقين او 3 فرق على الدخول في الدور الاول او الدخول الثاني، ايضا حتى في النهائي في تحديد المراكز مهمه النقاط تسجيل. والكره لمصلحه الاهلي الاماراتي، هجمه الى طلال سالم النعيمي، وتطلع الكره اوت. شوف دراغان حمد عدنان، حمد 61-52 الكويت الكويتي متقدم الى ماركو ميليتش يمر على السله، ماركو يحط نقطتين. شوف ماركو ميليتش يحط له نقطتين حقيقه. وين ماركو؟ سام، شيخ سام حاول يحط له ثلاثيه، شيخ سام ما يسجلها. شوف حقيقه رميه اي شيء، برايموز تحت السلة، برايموز يحط له نقطتين، برايموز نقطتين، 26 نقطة لحد الآن. شوف مسجل برايموز، هذا برايموز حقيقة حاد حقيقة من خطورة الشيخ سام بالسنغالي. وشوف الشيخ سام مسجل 9 نقاط، وبرايموز الاسلوفيني مسجل لحد الآن 26 نقطة حقيقة لاعب متميز لحد الآن حقيقة. شفناه في المباراة الأولى اللي هو برايموز أمام
نزوى العماني لعب مباراة حلوة، وأيضا اليوم قاعد نشوف قاعد يقدم مباراة حلوة. معنا قلنا يعني الفترة اللي تدرب فيها مع فريق نادي الكويت فقط أسبوعين، يعني الكويتي عمل معسكر في صربيا ولعب تقريبا 5 مباريات ودية، وكان يلعب معاهم برايموز، ولكن فريق الأهلي الإماراتي كان معسكر لهذه البطولة في برشلونة، كان في إسبانيا في برشلونة أيضا عمل معسكر ولعب مباريات ودية. هذا بيتر الألماني، توجيهاته للاعبين الأهلي الإماراتي، قلنا دقيقة حتى لو تطلع خسران، لأن شوف فريق الأهلي الإماراتي فايز فرق نقطتين 71-69 على الغراف القطري، يعني حتى لو المدرب يقول لاعبينا يعني هو ودنا يفوز، لكن أيضا إذا طلع خسران لازم يطلع خسران في عدد قليل من النقاط، يطلع فرق نقطة نقطتين، لأن عنده أيضا مباراة مهمة فريق الغرافة القطري عنده مع الكويت الكويتي، واليوم الغرافة عنده مع النزوة العماني، والكرة مع سام يونغ على السلة، سام ما يسجلها يكملها، شوف حاول يحطها نقطتين، ومرة ثانية يحاول شوف يدخل على السلة حاول يحطها ثلاثية وما يسجلها سام شيخ. الله توني قاعد أتكلم على الشيخ سام، قاعد أقول حقيقة اليوم مباين شوف شيخ سام، لكن شوف دانك حلو من شيخ سام، كرة مع حمد عدنان، حمد يرى إلى رايموز، الله الشمري عبد الله الشمري يحط له نقطتين، شوف تمريرة حلوة عبد الله الشمري يحط له نقطتين للكويت الكويتي 67-54 فرق 12 نقطة، كرة مع سام يانغ مع الكرة يمرر يحاول، الله يحط له نقطتين، شوف حلوة قيس الشبيبي 15 نقطة مسجل لحد الآن قيس الشبيبي للأهلي الإماراتي 67-56، الخباز إلى برايموز إلى ميليس فاول هذا الحكم الدولي القطري خالد الأحبابي صار يقول في فاول على ساميان، فاول رميتين، حكم الدولي البحريني عبد الكريم شكيب، وهذا كريستوفيني ماركو ميليتش يسجل الرمية الأولى، ماركو ميليتش 17 نقطة مسجل لحد الآن، ماركو ميليتش 68-56 يسجل أيضا الرمية الثانية 6:35 على نهاية المباراة، كرة مع سعيد مبارك العجماني، سعيد الضيع يكملها حلوة شوف بدأ يتحرك شيخ سام، شوف هذا الحكم الدولي القطري خالد الأحبابي يقول شوف بعد ما مر اللاعب العجماني، لكن الضيع يكملها وأيضا في رمية إضافية شيخ سام الرمية الإضافية يسجل شيخ سام الرمية الحرة الإضافية، كرة مع راشد رياض الرباح 69-59 فرق 10 نقاط، والكرة مع ماركو، فاول الرابع على برايموز فاول 4 فاول، المدرب يقول له خلاص لا تعمل اي فاول، لان الفاول الخامس راح يطلع برا، لان القانون يقول اللاعب اللي يعمل 5 فاول ما راح يقدر يكمل المباراه، والكره مع سام يانغ يحط له نقطتين سام يانغ يحط له نقطتين
69 61 كرة مع الخباز راشد رياض الرباح مع الخباز راشد رياض راشد رياض مع الكرة مرر إلى ماركو ميليتش ماركو يمر ماركو وضيع ياخذها الشبيبي يمرر إلى سعيد مبارك العجماني مرة ثانية سام الله يحط ثلاثية شوف سام يانج شوف هذا سام يانج يحط له ثلاثية حلوة للأهلي الإماراتي 69-64 شوف خلص الفارق على طول الأهلي الإماراتي كان الفرق 14 نقطة كان الفرق 14 نزل الفرق إلى 5 نقاط خلال دقيقتين على طول نزل الفرق هند أبو فارع طبعا اللي هي تنظم البطولات حقيقة بطولة نادي القادسية الدولية سنتين وراء بعض نظمتها أيضا حاليا في دورة المدربين لكرة السلة خلال الفترة في آخر 3 أيام من البطولة يعني تاريخ 11 و12 و13 6 راح يكون في دورة للمدربين أيضا نظمها السيدة هند أبو فارع حقيقة دورة مهمة يستفيد منها حقيقة جميع المدربين الخليجيين وأيضا العرب راح تكون خلال الأيام البطولة يعني آخر 3 أيام يعني أيضا المدرب اللي جاي راح يستفيد من المحاضرات وأيضا يستفيد من إنه يشاهد أيضا هذه البطولة الخليجية في النهائيات حقيقة نتمنى حقيقة من المدربين طبعا اللي داخل الكويت الكويتيين أو الخليجيين أو العرب وأيضا اللي في الدول الخليجية والدول العربية أنهم ينضمون لهذه الدورة للاستفادة كرة مع حمد عدنان إلى الخباز حسين الخباز يمرر حمد عدنان مع الكرة حمد مرة ثانية حمد إلى عبد الله الشمري الخباز وتضيع ياخذها سعيد مبارك تميرة وحاول مرة ثانية الشبيبي فاول على سعيد مبارك العجماني دراغان معصب لأنه كان فرق 14 نزل فرق إلى 5 شوف هني فاول شوف هني اللاعب ما فيها شيء لأنه دخل كرة لكن في فاول هني على حسبها الفاول على اللاعب رقم 9 سعيد مبارك العجماني إبرايموز إذا عمل أي فاول راح يكون 5 فاول على شيخ فاول على شيخ سام فاول حكم الدولي البحريني شكيب شوف فاول عبد الكريم شكيب البحريني شوف الكره مره ثانيه راموس حسبها الحكم فاول وشوف ايضا مو راضي اللاعب شيخ سام لكن الحكم ايضا غريب عن اللعبه ويسجل برايموز يسجل الرميه الاولى 27 نقطة مسجل لحد الآن هو أعلى سكور هو أيضا اللاعب سام يسجل أيضا النقطة رقم 28 نقطة أيضا الحين سام يانغ مسجل 27 نقطة لاعب الأهلي الإماراتي الأمريكي كرة مع فريق الأهلي طلال سالم النعيمي يمرر على السلة الله شوف سام يانغ دانك حلو سام يانغ يحط له دانك حلو كرة أيضا مقطوعة للأهلي وفي فاول ورميتين شوف اللاعب طلال النعيمي اللي هو اللاعب قيس عمر الشبيبي حاول يحط نقطتين لكن في فاول على حمد عدنان وجزاء الفاول رميتين 71-66 الرميات الحرة مهمة يا الشبيبي تضيع الرمية الأولى
15 نقطة مسجل الشبيبي. الرمية الثانية الشبيبي، الرمية الثانية الشبيبي، الله، تضيع الرمية الثانية أيضا من الشبيبي. الرميات الحرة مهمة، الرميات الحرة مهمة يا قيس، والكرة مع ماركو إلى حمد عدنان، وأيضا فاول على الشبيبي، فاول على قيس الشبيبي. راشد الرباح راح يلعب، راشد مكان عبد الله الشمري. 3 دقائق و52 ثانية على نهاية المباراة، والكويت 71 والأهلي الإماراتي 66. حمد عدنان رميتين، الرمية الأولى حمد يسجل الرمية الأولى حمد عدنان. الرميات الحرة مهمة يا حمد بالنسبة للفريقين، سجلت الأولى لازم تسجل أيضا الثانية. الشبيبي ضيع الثنتين، حمد عدنان يسجل الثنتين، يسجل الثنتين حمد عدنان. قلنا الرميات الحرة مهمة، في النهاية تنتهي المباراة فرق نقطتين ولا ثلاث ولا أربع، ونشوف الفريق مضيع حوالي 10 رميات حرة أو 15 رمية حرة هي سبب الخسارة تكون للفريق. كرة مرة ثانية، هجمة، الله يحسن، شوف في رانينج، في رانينج، رانينج على طلال سالم النعيمي، رانينج مخالفة المشي، الوقوف على النعيمي. راشد رياض الرباح مع الكرة، راشد رياض حاول يمر، مرر خباز إلى الرباح، دراغان، دراغان وده يلعب معاهم، وده يدخل داخل الملعب لأنه شوف توجيهات المدرب. الله، حمد يا حمد، حمد يا حمد، حمد يا حمد، حمد عدنان الأسطورة، الأسطورة، شوف شوف، خلينا نشوف الثلاثية، شوف ثلاثية حمد عدنان، محتاج لها كان فريق نادي الكويت حقيقة هذه الثلاثية. 76-66 رجع الفرق إلى 10 نقاط، 10 نقاط رجع الفرق، كان تعادل وتقدم الأهلي. شوف 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 ثلاثية حمد عدنان، حمد عدنان الأسطورة، أصغر لاعب في البطولة يلعب في دوري تحت 17 سنة، ونشوفه قاعد يلعب مع الكبار، يلعب مع الكبار، يعني قاعد يلعب مع الفرق القطرية، السد والغراف القطري، لاعبينهم لاعبين في كأس العالم، يعني تدري شنو لاعب يلعب في كأس العالم؟ يعني يلعب ضد أمريكا ويوغوسلافيا وصربيا وفرنسا، يعني لاعبين العالم، لاعبين الـ NBA يلعبون في بطولة كأس العالم، ولاعبين حقيقة المنتخب القطري هو المنتخب الخليجي الوحيد اللي وصل إلى بطولة كأس العالم، وهذا فخر للخليجيين حقيقة أن نشوف فريق خليجي يوصل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة، هذا شيء حلو. أيضا شيء حلو أن نشوف أيضا حكمنا الدولي محمد العميري حكم في نهائيات كأس العالم، النهائيات الأخيرة اللي كانت في إسبانيا، الحكم الدولي الكويتي محمد العميري، هذا شيء حقيقة نفتخر فيه كخليجيين أنه يوصل عندنا حكم يحكم في نهائيات كأس العالم أو منتخب يلعب في كأس العالم، هذا شيء حلو، إنجاز، إنجاز لكرة السلة الخليجية والكرة مع محمد مبارك العجماني. محمد العجماني ويحط له نقطتين، محمد مبارك العجماني نقطتين للأهلي الإماراتي. حمد عدنان تطلع الكرة أوت، تطلع الكرة أوت، تطلع الكرة أوت، هذا حمد عدنان، هذا حمد، الأهلي الإماراتي محتاج يقول الكرة اللي طلعت من حمد عدنان إن الكرة لمصلحة الأهلي الإماراتي، لكن مروان إيجو اللبناني متواجد تحت السلة. كرة مع حسين الخباز، 2:45 فرق 8 نقاط، 76-68، ماركو إلى الخباز يحط له ثلاثية، الله ضيع، ياخذها السام، سامي مرة ثانية، ساميانج، ساميانج مع الكرة يحاول يمر ويمر ساميانج، الله، شوف ساميانج، شوف سام، شوف سام شو يسوي،
شوف لاعب خطر، لاعب خطر سام، وايضا شوف ايه حكم يقول في فاول. هذا اللاعب سعيد بن بكر عجمان، شوف المباراه، شوف شوف سام، شوف شوف سام يانج بعد ما سجل النقطتين، شوف نكمل الكره هذه مره ثانيه، لكن الكره حكمين قاعدين الكره لمصلحه منو؟ طبعاً الكرة لمصلحة نادي الكويت، كرة لمصلحة الكويت. في مشاورات كانت بين الحكمين، كانوا مختلفين على قرار، أو نقول ممكن حكم ما كان منتبه للكرة، أو حكم هو أغرب للكرة، لكن بالنهاية شوف المشاورات تكون زينة، تكون زينة. شوف 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 هذه الكرة، هي الحكم حسبها أن آخر واحد منه لمس الكرة، لمسها أن اللاعب سعيد مبارك العجماني. سعيد نشوفها، يا ريت مخرجنا مره ثانيه، شوف الكره مره ثانيه، لانه هو اللاعب الاماراتي سعيد كان خارج الملعب، لكن لاعب نادي الكويت يوم رمى الكره اللي لمسها هو اخر واحد، هل هو كان داخل الملعب او برا الملعب؟ شوف الكره هني مره ثانيه، شوف الكره هني مره ثانيه بعد ما سجل سام هني، شوف هني اخذها، شوف اللاعب القطري شوف شوف هني المسك حسين الخباز، حسين الخباز هو خارج الملعب، يعني الكرة تكون لمصلحة الأهلي الإماراتي، لأن حسين الخباز ريوله داخل برا الملعب، فرماها اللاعب الإماراتي سعيد مبارك العجماني. شوف 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 هني بعد ما رماها سعيد المسك، ما دام انه اول شيء المسك حسين الخباز، اذا حسين الخباز هو خارج خارج الملعب، اذا الكره اوت على حسين الخباز مو على اللاعب سعيد مبارك العجماني. الكره لمصلحه الكويت الكويتي، كره لمصلحه الكويت الكويتي، حمد عدنان. لكن بالنهايه قلنا قرار النهائي يكون عند حكم المباراه، ورجعت الكره للاهلي الاماراتي، رجعت الكره لان في 5 ثواني تاخر اللاعب، 5 ثواني القانون يقول ان اللاعب لازم يمرر الكره خلال 5 ثواني، لك فقط 5 ثواني اذا انت من خارج الحد، من برا الملعب لازم تمرر الكره مع شيخ سام، شيخ ما يسجلها، تطلع الكره اوت، تطلع الكرة اوت لمصلحة الكويت الكويتي، اوت للكويت الكويتي. دراغان دقيقتين و12 ثانية على نهاية المباراة بين الكويت الكويتي والاهلي الاماراتي ضمن بطولة الخليج الاندية الابطال رقم 35 المقامة بالكويت خلال الفترة من 6 الى 13/6/2015، وشارك فيها 8 أندية خليجية، قسمت الفرق إلى مجموعتين. حمد عدنان، حمد ما يسجلها، ياخذها ماركو، يمرر مرة ثانية إلى الخباز، الخباز ماركو ميليتش، ماركو كرة مقطوعة، هجمة سريعة، فاول 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 الخباز، فاول فاول، والفريق الأهلي الإماراتي يطلب في فاول متعمد. شوف 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 شوف, 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 شوف. تأخير تأخير تأخير، آخر اللاعب اللاعب كان متجه على السلة وفي انفراد، وهذا إدراكان. لكن بالنهاية شوف كرة السلة القرار عند الحكم، وتقديرات الحكام هم اللي يقدرون واللي يقررون. شوف الأهلي الإماراتي قاعد تضيع منه الرميات الحرة، سعيد مبارك العجماني تضيع الرمية الأولى، تضيع الرمية الأولى، راح يرمي الرمية الثانية سعيد ويسجل، ويسجل سعيد. كرة شوف دفاع ضاغط من الأهلي الإماراتي على الكويت الكويتي، حمد عدنان، حمد يمرر إلى راشد رياض، الرباح دقيقة و32 ثانية على نهاية المباراة، 76 الكويت الكويتي، 71 الأهلي الإماراتي، وعلى السلة الضيع، ياخذها في فاول، فاول فاول على ماركو، الضيع من برايموز، حكم الدولي القطري خالد الأحبابي يقول في فاول، ورميتين شفاعت من برايموز، لكن ماركو ميليتش عمل فاول، رميتين رميتين، الرميات الحرة مهمة، الرميات الحرة مهمة يا شباب بالنسبة للفريقين، وهذا مارك، هذا دراغان، رميتين عن طريق اللاعب سام.
ساميان 31 نقطة مسجل ساميان ويسجل الرمية الأولى 32 نقطة 32 نقطة هو أعلى سكور أعلى سكور لحد الآن في تسجيل في المباراة ساميان الرمية الثانية ويسجل يسجل الرمية الثانية 76-73 فرق ثلاث نقاط حمد عدنان حمد ويشيلها شيخ ياخذها مره ثانيه الفريق الاهلي الاماراتي هجمه على السله وسام يحط له نقطتين سام يانج يحط له نقطتين فرق نقطه واحده 76-75 الكويت متقدم وباقي دقيقه على نهايه المباراه من اللي راح يفوز الكويتي أو الأهلي الإماراتي ويتصدر المجموعة الثانية في آخر 50 ثانية 75-76 ماركو ميليتش يحط له نقطتين ماركو ميليتش يحط له نقطتين 78-75 سام يمرر إلى طلال ما يسجلها ياخذها راشد رياض فاول ورميتين لمصلحة نادي الكويت وباقي 31 ثانية شوف راشد رياض شوف المايسترو شوف فاول وفاول لمصلحة الكويتي ورميتين يسجل ولا ما يسجل الرميات الحرة مهمة المايسترو الرمية الأولى الله تضيع من المايسترو وهذا الحكم اللبناني مروان إيجو والرمية الثانية راشد رياض مسجل خمس نقاط في الربع الرابع ما سجل ولا نقطة راشد رياض الرمية الثانية يسجل ولا ما يسجل راشد رياض وتضيع أيضا من راشد رياض ويأخذها سام شوف على السلة شوف يأخذها مرة ثانية والحكم يصفر يقول في فاول الكويتي فاول شوف اللاعب الإماراتي لاعب الأهلي الإمارات شوف فاول إنه يمر لكن الحكم ما حسب فاول شوف هني الكرة بهني حسبها فاول وهذا بيتر وهذا المدرب شوف الألماني الكرة رميتين الخباز العميد راح يرمي الرميتين راشد رياض ضيع الثنتين مساع العميد يحط الثنتين ولا ما يحطهم الرمية الأولى إحسان الخباز يسجل الرمية الأولى راح يرمي الرمية الثانية ثمان نقاط مسجل لحد الآن إحسان عبد الرحمن والكرة مرة ثانية والرمية الثانية الخباز ويسجل الرمية الثانية يتقدم الكويت 80 الأهلي الإماراتي 75 والكرة مع محمد مبارك العجماني إلى سام شيخ العجماني ثلاثية وتضيع ياخذها مرة ثانية فريق الكويت الخباز إلى راشد رياض الله المايسترو حط نقطتين والكرة مع الأهلي الإماراتي ويصفر الحكم معلن عن نهاية المباراة بفوز نادي الكويت الكويتي على الأهلي الإماراتي 82 الكويت الكويتي 75 الأهلي